جولة سياحية وحلوة على الشاطئ المضيء بموقع جميل بجزر المالديف. يعد هالشاطئ من أكثر الوجهات السياحية زيارة، وبيشتهر بالغالب بموجاته المتوهجة وبألوان جدا جميلة. تحدث هالظاهرة الطبيعية بسبب وجود ملايين الميكروبات البحرية المعروفة باسم العوالق النباتية بالماء، وبتتألق هالعوالق النباتية بتلألؤ حيوي، ولما بيحل المساء بتصير أكثر قتامة بعد غروب الشمس، وبتبعث ضوء أزرق ساطع نابض بالحياة بالماء، وهذا الشيء بيخلق تأثير أثير وما بينتسى. وهذا الموقع هو بجزيرة صغيرة ما بيزيد عدد سكانها عن 500 شخص، ومع هذا الشيء اكتسبت هالجزيرة مكان على خريطة السياحة العالمية بسبب ظاهرة بحر النجوم أو الشاطئ المضيء لفترة طويلة. كانت هالجزيرة واحدة من أفضل الأسرار المحفوظة بجزر المالديف، ولكنها صارت هلأ واحدة من أكثر الأماكن المرغوبة للزيارة بجزر المالديف. أفضل وقت لزيارة شاطئ جزر المالديف المتوهج هو بين شهر يونيو وأكتوبر، ويفضل زيارة هالمكان بعد 5 أيام من اكتمال القمر من منتصف مايو، لما بتكون السماء مظلمة خلال أشهر الصيف الدافئ، وبيصير تأثير التوهج أكثر وضوحاً، وبيشوف الزوار الأشهر بين يوليو وديسمبر أكثر ملائمة للزيارة نظراً لوجود القليل جداً من ضوء القمر، وبتبين موجات الإضاءة الحيوية أكثر إشراقاً. هذا الشيء بيخلق تأثير سحري، وأيضاً هو الوقت اللي بيكون فيه تدفق السياح أقل بكتير، بحيث يمكننا الاستمتاع بتجربة العزلة والانفراد والراحة والتأمل بالطبيعة. وفي كتير أنشطة ترفيهية مثل الغطس اللي بتتم على هالشاطئ، اللي من خلالها فينا نتفاعل مع كتب الحياة البحرية الغنية والملونة اللي بتزدهر على هالشاطئ. ويعد هالشاطئ مكان مثالي للنزهات والمناسبات والمشي الرومانسي والعشاء والرياضات المائية وغيرها من الأنشطة اللي بتجعل رحلتنا للشاطئ استثنائية وما بتنتسى. ويطلق عليه اسم بحر النجوم لأنه هالبحر بيظهر كالمرآة اللي بتعكس ضوء النجوم على الزوار، وبيتمتع بموقع رائع بجزيرة فادهو في رأتول.